رجالة وفرحنا بعد غيابه وبقى يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام وين ما كنتم. معكم جود جي دي 13 من هروج المصارعه، وما في احلى من انك تبدا شهر رمضان بشيء مختلف وجديد. عشان كذا نبغى نقدم لكم اليوم برنامج كيو اند اي، كويشنز اند انسرز، اسئلتكم واجوبتنا. انا جدا متحمس لهذا البرنامج، والشيء اللي يضحك انه انا قاعد ادور واختار الاسئله 200 300 سؤال 400 سؤال، واجهت اسئله جدا غريبه، فما ادري ايش تاكلوا انتم صراحه، والله العظيم ما اعرف. شوفوها. أمزح أمزح أمزح، تمام. ونرجع لعالم الواقع ومع السؤال الأول من الملك فقط، ويقول ما هي الأشياء اللي ممكن ترجع WWE لزمنها القديم؟ فهو يقصد أشياء مثلا زي القصص، زي الأدوات، الحماس اللي كان موجود في التسعينات والألف، بداية الألفين. الفكرة وما فيها أنه الزمن يختلف، يعني زمان السياسة، الإعلام، الحياة، كل شيء كان مختلف وتطور. الآن في الزمن اللي احنا عايشين فيه الوضع جداً يختلف 180 درجة عن الزمن القديم، فما ينفع WWE تمشي على الرتم القديم، عز الله قفلت الشركة. لكن الأهم من ذلك، WWE حاليا قاعدة تبني نجوم، والنجوم هذه مختلفة عن المصارعين. النجوم الحقيقيين للWWE هي الثلاثة العروض اللي تملكها واللي هي أكثر شعبية: Raw، SmackDown Live، و NXT. هذه الثلاثة عروض هي النجوم الحقيقية للWWE، والمصارعين اللي جوا العروض هذه عبارة عن إضافات تخلي هذه العروض تطلع وتزدهر وتجيب فلوس أكثر وأكثر. عشان كذا ما راح تشوفوا في الفترة هذه عداوات مستمرة وأشياء قوية إلا نادرا، وأشياء مهمة زي لقب النساء، زي لقب WWE، وممكن في المستقبل القريب لقب اليونيفرسال. لكن أهم من هذا كله أن WWE حاليا قاعدة تعاني في ضعف من ناحية استمرارية العداوات. ممكن هذا الشيء يتغير، ممكن لا، لكن ننتظر ونشوف كيف ممكن تتقدم WWE وتطور في الفترة القادمة، بما أنه ممكن احتمال يطلع لها منافس. السؤال الثاني من جوزيف فاني، يوسف الفلة، أوكي، يقول من أفضل 10 مصارعين في WWE وما أفضل مصارع لك؟ أنا شخصيا ما عندي مصارع مفضل حاليا، أوكي، حاليا ما في، أتفرج أستمتع أنبسط، هذه شغلتي. لكن أفضل 10 مصارعين الآن، أشوف العشرة مرة كثير فأختار خمسة فقط. الخمسة هم إيجي ستايلز، سيث رولينز، دانيو براين، النيو داي بأعضائهم، والخامس ممكن أقول فين بالر. السؤال الثالث من روكيز، ويقول إيش رأيك في عروض WWE حاليا وهل تتطور أو لا؟ أرجع وأقول زي السؤال الأول، العروض الحالية قاعدة تعاني من ناحية استمرار العداوات، فما في شيء ماسكها صح، ما في التحام كويس، فتشوف أنه عداوات تستمر أسبوع ثاني بعدين تنطفي، وتبدأ بعدها بأسبوع شيء ثاني، وشطحات يمين يسار فوق وتحت، ما تدري إيش السالفة. لكن الجميل في هذا كله أنه WWE عندها محطة ثانية اللي هي NXT. NXT هي المستمرة وهي اللي قاعدة تدقدق في النجوم هذه وتخلي منهم حاجة كبيرة. لكن ما يجوا على العروض الرئيسية، أنا أشوف أنها راح تفرج في المستقبل القريب، لأنه WWE قاعدة تطالع الحين إيش قاعد يصير في المشاهدات وفي التصنيف اللي قاعد يصير لهم، فالوضع جدا متخبط. فأتوقع أنه في الأيام الجاية، الأشهر الجاية إذا ما خاب ظني، راح نشوف شوية تصاعد وتطور من ناحية النجوم أو المصارعين اللي موجودين داخل النجوم، عشان ما حد يزعل علي، داخل النجوم اللي هم رو، سماك داون، و NXT. السؤال الرابع من فين، ويقول ايش رايك WWE تسوي عرض ثالث مع رو وسماك داون؟ عرض ثالث، هو في واحد ثالث اسمه 205 لايف، بس هذا العرض ما هو ماخذ حقه ابدا. لكن العرض الثالث الحقيقي هو NXT، فاذا ما تتابعه يا فين انصحك تتابعه، وصحكم كلكم تتابعوا هذا العرض لانه جدا جدا ممتع، وفي نجوم حقون المستقبل اللي ممكن نشوفهم في السنوات القادمه، في الاشهر القادمه، ما ندري منهم الور ريدرز، او اسمه غيرنا، ايش اسمه؟ تغير اسمه؟ ايوه غيرنا اسمه. وور ايش؟ فايكنج ووريرز؟ اللي هو ما ادري. فايكنج اكسبيرينس؟ المهم انه تغير اسمه. اوكي. السؤال الخامس من رافد الحيدري، ويقول ما سبب عدم مشاركة جون سينا في العروض؟
جون سينا يا حبيبي منشغل يدخل فلوس من هوليوود. هوليوود بيبي هوليوود. فراح نشوفه في افلام مره كثيره، وفي احتمال ممكن نشوفه في فيلم فاست اند فيوريوس، يعني فممكن يدف ذراك برا الموضوع وياخذ هو مكانه. السؤال السادس من محمد ياسر يقول: هل WWE في نيتها لوجود طاولة تعليق عربي ثابتة على المدى القريب ولا أمر مستبعد؟ Well, you know what? That's not a bad idea. Well, I'm a goddamn genius. ما اشوف والله، ما استبعد الفكره ابدا، ممكن نشوفها في الفتره القادمه. سوي دعاء. السؤال السابع ويقول: اليمن الشامخ دين امبروز، اوه ركزوا اللي يعرفوني في البث حق انستغرام يعرفوا لما يجي طاري دين امبروز ايش نسوي، تعليقات. دين أمبروز لما سوى البرومو شباب، البرومو لما خرج من WWE فغير حسابه وخلاه جون موكسلي، وصار جون موكسلي منزل فيديو، والفيديو هذا فيه له دين أمبروز يهرب من السجن، وكان في بعده حراس في السجن ويلاحقوا كلاب ومدري ايش. فيقول اليمن الشامخ: هل تتوقع انه هذا الموضوع كله عن WWE؟ شغل الكونن اللي بداخلك. الضحكة وينها؟ الضحكة انه كثير جو سألوني على تويتر في حساب الشخصي، يسألوني عن هذا الموضوع ويسألوا الوضع من ناحية انه هل دين أمبروز يجسد WWE في الفيديو حقه؟ انا عن نفسي استبعد هذا الشيء، رغم انه جدا قريبة الفكرة حقتكم، جدا قريبة، بس مرة استبعد هذه الفكرة. السؤال الثامن من ماثيو دايم يقول: ما هي أهم فترة مرأت فيها للـ WWE؟ أتمنى تأخذ سؤالي أخوك ماثيو. أخذ سؤالك يا ماثيو، ما يحتاج تقول لي، إذا سؤالك حلو حأخذه. المهم، عن نفسي أهم فترة عدت فيها الـ WWE غير الـ Attitude Era من ناحية نجاح، فهي الـ PG Era من ناحية دخل ربحي. زعيم إمبراطورية EA، مصارع EA، يقول: هل عداوة الماس وعلي ومستيريو كيفها؟ كيف تسوي قناة يوتيوب بالهاتف؟ وش اسم العرض الموجود في السعودية قادم؟ السؤال التاسع يقول: ايش رايك بشخصية جديدة لبري وايت؟ هذا زي ام كي. عن نفسي شخصية بري وايت من الشخصيات اللي جدا 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 صعبة، واللي يعرف مخرج ومغني اسمه راب زامبي، اوكي، عنده سلسلة افلام جدا غامضة، وفي واحدة منها فيها شخصية اسمها الكلاون. فالكلاون هذا يعتبر واحد مختل، ما ادري كيف يفكر. فحاليا اللي احنا قاعدين نشوفه من بري وايت واحد مفروض يكون ايجابي ومستقبل الحياة بواسع كذا، يده مفتوحة مرة، يقول تعال الحياة تعلي هنا، بس في نفس الوقت مفصولة عنده الوايرات في راسه. فعن نفسي هي الفكرة ما هي فقط في البروموهات اللي يطلع فيها أسبوعيا، هذه مجرد بناية له، لكن هي مهم أنه أول ما يبدأ يصارع ويرجع الحلبة يكون في فئة الميد كارد، ونشوفه يدخل في عداوات، وأتمنى يكون في سماك داون لايف صراحة، لأنه حس سماك داون لايف يحتاج نوع من الغموض، بما أنه في فين بالر وفي آليستر بلاك، فالاثنين هذول مع بري وايت أحس راح تضيف حاجة جدا جديدة للWWE. السؤال العاشر يقول: يا أخي أسرة الناس خايسة، متى يرجع بانك؟ ومن أفضل مصارع؟ وما أدري وش المهم، كيف الشغل مع الزميلة ريني يونغ على طاولة التعليق؟ أسرة الناس بايخ. أوكي، السؤال الحادي عشر يقول: من هانا زبانيه، هانا زبانيه، اوكي، تحياتي لكم من الاردن على هذا العمل الرائع والمجهود الخرافي، وسؤالي هو: ايش افضل طريقه ممكنه لتطوير موهبتين بادي ميرفي وآليستر بلاك في عرض سماك داون ليصبحوا من اهم المصارعين في العرض؟ سؤال مره جيد ومره محترم صراحه، حبيت السؤال. ليش؟ لان هنا نحتاج نفكر،
مرة نحتاج نفكر. والتفكير يجي إنه عندك واحد زي بادي ميرفي يعتبر هيل من 205 لايف، يعتبر سوبر هيل، وتجي الآلستر بلاك اللي حتى الآن مو عارفين هو فيس ولا هيل، وراح يبان مع الوقت. فأنا بالنسبة لي أشوف بادي ميرفي المفروض يبدأ بعيد عن لقب القارات، أو ممكن يكون له دور على لقب القارات في تدخل على فين بالر في ماني إن ذا بانك، إنه كأنه يبين للناس إنه هاي أنا حبدأ زي كذا، حبدأ بأول تحديد وهو فين بالر، فيخرب على بالر مباراة ماني إن ذا بانك، ومن هنا يبدأوا يبنوا بادي ميرفي. فهنا أنا أشوفها مناسبة إنهم يبدأوا عداوة فين بالر بادي ميرفي على لقب القارات، ونشوف حاجة جدا جديدة ومختلفة، رغم إنه في موضوع الماس في الصورة إنه ممكن أندرادي يكون بطل قارات يعني في القريب. السؤال الثاني عشر الاثناش من سيدا المرنجي، يقول رأيك في إمكانية بناء عداوة بين جون سينا دكتور في ثوغنومكس ضد سمو جو على حزام الولايات؟ أنا أشوفها واحدة من الأشياء اللي جدا فاتت على WWE إنه ما استغلوها، وحان الوقت استغلوها بما إنه شفنا دكتور في ثوغنومكس في رسلمانيا 35. فأنا أشوف الآن حان الوقت وبقوة. السؤال الثالث عشر وثلاثاش عبد الله خالد يقول ايش اكثر شيء ودك يصير حاليا في الدبليو دبليو اي؟ انا اشوف انهم ياخذوا مجازفه ويعطونا اقل شيء ساعه من العرضين تخدمنا احنا المشجعين الهارد كور، المشجعين او المتابعين اللي يبغوا يشوفوا اشياء جديده ومختلفه غريبه، مو بس كله بي جي، عرفتوا؟ هذا اللي اتمنى انهم ياخذوا الريسك على أساس أنهم يقدمونا محتوى شيء محتوى مختلف، محتوى متجدد، ومحتوى يخلي الهارد كور فانز يرجعوا يشوفوا الدبليو دبليو إي من جديد. السؤال الأخير من سكاي كوب يقول سؤالي هو ليش يجوز أشوف مصارعات نسائية في رمضان ولا لا؟ وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة.